السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هيبقى استكمالا اللي وقفنا عنده في محاضرة امبارح، اللي هو جزء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم. هنستكمل جزء كده، فاضل لنا جزء بسيط، وان شاء الله بإذن الله هنبدأ في الأمن الرقمي أو الأمن السيبراني. طيب، وقفنا لحد مصادر تكنولوجيا المعلومات والتقييمات الخاصة بها. طيب، تعودنا دايما في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة للتعليم أو بالنسبة للمعلم، كنا بنتكلم على المادة الدراسية وإزاي بتعمل المادة الدراسية والأنشطة التفاعلية بتتعمل إزاي وهكذا. طب المصادر اللي أنا ممكن أعتمد عليها في تكوين المادة العلمية هي إيه؟ هل ممكن أستعين بمصادر خارجية؟ ممكن تستعين بمصادر خارجية. طب ايه المصادر التعليمية لتكنولوجيا المعلومات؟ زي التطبيقات، الادوات، المحتوى الرقمي، بتلاقي فيه مثلا كتب كتيرة نازلة على الانترنت. تلاقي كتب كتيرة نازلة على الانترنت، ممكن نستعين بالكتب دي. طيب، زائد ان زي ما قلنا لازم يبقى معايا كتب رقمية، لازم يبقى معايا محتوى تفاعلي، لازم يبقى فيه زي مقاطع فيديو، فكل ده هيفيدنا إن شاء الله بإذن الله. مواقع المرجعية، يعني مواقع من خلالها بقدر أرجع للبيانات بتاعتي، برجع للمعلومات، زي المواقع الإخبارية، زي الكتب، زي المجلات، زي الموسوعة، زي الخرائط. فدي كلها مواقع ممكن أحصل عليها على مصادر تعليمية. مواقع التواصل الاجتماعي، هل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي اقدر ان انا اوصل لمعلومة تعليمية؟ ممكن. دلوقتي كل حاجة ابتدت تنزل على مواقع التواصل الاجتماعي. مثال عليها زي منتديات النقاش، جروب الواتساب اللي احنا عاملينه عشان نتناقش عليه. لو في اي حد عنده سؤال بيسأل. الصفحات اللي بتنزل على الفيس، اللي بتتعمل على الفيس وهكذا. طيب، في مصادر تانية؟ بوابات وطنية، يعني زي بنك المعرفة المصري. بنك المعرفة المصري ده بنك من خلاله بقدر أوصل لمعلومات وبيانات. إدراك، في ناس بتتعلم عن طريق إدراك، في اللي هو الكورسيرا، دي كلها مواقع من خلالها بقدر أتعلم وأوصل لمعلومة أنا عايزها. طيب، مستودعات المصادر التعليمية المفتوحة، يعني بتكون في مواقع مجانية، المواقع دي من خلالها ممكن أحصل على كتب، ممكن أحصل على معلومات إضافية وهكذا. طيب، تعالوا كده ندخل مع بعض كده على جوجل. هنكتب إدراك ديمودو، برضو ده موقع من خلاله، ده موقع تعليم ممكن أتعلم من خلاله. إدراك أهو، أقول إيه؟ سجل الدخول لحسابك، ده لو عندي حساب. أما لو عايز أعمل حساب مجاني أقول له أنشئ حساب، فأنا هسجل دخول لإدراك أو هدخل على إدراك. إدراك ده موقع إلكتروني من خلاله هتلاقي عدد من الدورات المجانية، هي دي كلها دورات. ده بقول لك لو عايز مزيد من دورات ريادة الأعمال، خلينا في العلوم والتكنولوجيا مثلا، أهي مهارات متقدمة، وهتتصفح المزيد من الدورات دي كلها دورات ممكن تتعلمها عن طريق إدراك. أهو، يعني إدراك منزلة الحاجات دي كلها، منزلة الحاجات دي كلها ممكن تتعلمها أهو، ودي كلها حاجات مجانية. ومش إدراك بس، لو جينا اتكلمنا كمان على كورسيرا، دي كلها دورات على كورسيرا، بس ده بالإنجليزي، خلينا في العربي بالنسبة للي عايز يتعلم.
ايه كورسيرا؟ كورسيرا بالعربي اهي. برضه هتعمل، لازم تعمل حساب على كورسيرا عشان تدخل عليه، فده برضه موقع من خلاله بقدر اتعلم دورات مجانية. دول من أهم المواقع اللي ممكن من خلالها أتعلم، وإدراك يعتبر أهمهم يعني. أهمهم إدراك، إدراك فيها كذا حاجة ممكن تتعلمها. التعليم وتدريب المعلمين هو لو دخلنا عليه، أنا مش عايز دي خلاص. دي كلها حاجات خاصة بالمعلمين، فإيه دي مصادر تعليمية ممكن أتجه ليها. طيب معايير تقييم المحتوى، أنا بقيم المحتوى على أساس إيه؟ أولاً أنا كشخص لازم أحافظ على حقوق الطبع والنشر. يعني إيه حقوق الطبع والنشر؟ يعني مفيش حد على قد ما يقدر ياخد المحتوى بتاعي، ممكن يشرح منه، اشرح منه، بس انسب المحتوى ده لشخصه، ما تقولش إن المحتوى ده بتاعي أنا أو أنا اللي عملته. المحتوى نفسه يبقى فيه إمكانية التعديل، إن أنت تقدر تعدل عليه في أي لحظة. الدقة، ريزوليوشن، دقة المحتوى، دقة الشرح، التكلفة، يعني هل هو مكلف ولا لا، المصداقية، البيانات اللي أنت بتشرحها أو المعلومات اللي أنت بتشرحها، هل البيانات دي متأكد من مصادرها ولا لا، أشاركها مع الناس وهكذا، الانتشار لازم اوصلها لاكبر عدد من الناس وهكذا. فدي معايير على اساسها بشوف هل المحتوى العلمي بتاعي مفيد بالنسبة للناس ولا لا. طيب لو عايز اقيم تطبيق او برنامج معين هقيمه على اساس ايه؟ اولا هل البرنامج ده مكلف ولا لا؟ طيب هل البرنامج ده فيه مصداقية ولا لا؟ هل الناس بتقدر تتفاعل من خلاله ولا لا؟ هل مرخص من جهة حكومية ولا لا؟ هل سهل الاستخدام برضو ولا لا؟ هل في اعدادات امان ولا لا؟ هل امن ولا لا بالنسبة للناس؟ فانا عشان اقيم اي تطبيق لازم اجربه الاول. يقول لك ما تحكمش على شخص غير لما ايه تعاشره. انا لو شفتك اول مرة انا مش بقول لك الانطباع الاول يدوم، دي مقولة غلط تماما. انت ممكن تقابلني في وقت يعني يكون وقت صعب بالنسبة لي، بس لو عشرتني واتكلمت معايا وقعدت معايا وعرفتني اكتر، ساعتها ممكن تقيمني وممكن تطلق عليا اللي انت عايزه. فلازم علشان اقيم حاجة معينة لازم اجرب الحاجة دي. تمام؟ طيب يقول لك استخدام المصادر المتاحة على الإنترنت بصورة مسؤولة، بمعنى حاجة اسمها السرقة الأدبية. يعني السرقة الأدبية أنا ممكن آخد بيانات معلومات بتاعت حد تاني وأروح أقول للناس إن البيانات دي بتاعتي أنا، أنا اللي عملتها، أنا اللي تعبت فيها، لكن ما حدش بيحس بتعب الحاجة إلا صاحب الشيء نفسه، اللي صاحب الشيء نفسه. فالسرقة الأدبية إن أنا أستخدم كلمات وفكر شخص تاني وأقول إن هي بتاعتي أنا. حقوق الطبع والنشر، كتاب نزل تمام وتوزع، فلازم أحافظ على الكتاب ده من أي حد يسرقه. حقوق الطبع والنشر، لو إحنا بنحط على بعض الملازم مثلا أو الكتب بنحط علامة مائية عشان احافظ على الكتاب بتاعي، وبمنع المستند بتاعي من التعديل، احفظه من التعديل ان محدش يقدر يعدل عليه. حقوق الطبع والنشر بتعمل ايه؟ انا لو مؤلف كتاب، حقوق الطبع والنشر بتحافظ على كتابي من اي حد تاني ياخده وينسب الكتاب ده ليه. طيب الملكية الفكرية نفس القصة، انا كشخص انا مالك لحاجة معينة، ألفت كتاب معين. طيب الملكية الفكرية إن أنا يبقى معايا حاجة معينة تخصني وأروح أملكها أو حد تاني ياخدها مني، والحد
والحد التاني ده ينسب العمل لي هو كشخص، انا ما عملتش الحاجة دي بس اخدت حاجة من حد ورحت نسبت الحاجة دي ليا انا كشخص. مين اللي فكر ومين اللي تعب ومين اللي عمل؟ انا. بس مين اللي نسب الشغل ده ليه؟ شخص تاني. لازم الحاجات دي لما اجي استخدم اي مصادر لازم اخلي بالي منها كويس. ترخيص البرامج، هل البرامج اللي انا بستخدمها مرخصة ولا لا؟ زي كده الوورد، الباوربوينت، الاكسل، الاكسس، البرامج دي مرخصة ولا لا؟ مرخصة. طيب علشان احافظ على البرامج دي، عشان احافظ عليها، تمام، انا اسف، عشان احافظ على اي برنامج انا بعمله لازم ارخص البرنامج ده. طب لما اجي استخدم برنامج برضو لازم اتاكد ان البرنامج ده مرخص. اتفاقية ترخيص المستخدم، يعني الشركة المصنعة للبرنامج بتعمل ترخيص بيتيح للمستخدمين ان هم يستخدموا البرنامج. طيب البرامج المفتوحة المصدر دي، البرامج اللي هي بتتيح شفرة مصدرها للمستخدمين. يعني ايه تتيح شفرة مصدرها للمستخدمين؟ يعني انا كواحد دلوقتي هل هعرف افتح الوورد والاكسل والباوربوينت والاكسس ولا لا؟ اه، ده اسمه برامج مفتوحة المصدر. يعني مثلا انا مديك فترة معينة تفتحها مجانية، بس بعد الفترة دي لازم تدفع اشتراك، لازم تدفع اشتراك للبرنامج ده. فأنا ممكن استخدم البرنامج ده بدون ما ادفع رسوم، برنامج مفتوح المصدر. طب لو دفعت رسوم لبرنامج معين هتلاقي حتى الادوات اللي بتستخدمها اضعاف الادوات اللي هي في البرنامج المجاني. طيب البرمجيات التجريبية، انا ممكن انزل برنامج تجريبي للمستخدمين زي ويندوز 11 على فكرة. الفترة دي الناس بتجرب فيه، كل فترة والتانية بيعمل له عملية ابديت او تحديث. طيب كل القصة ان ويندوز 10 لما نزل في 2014 اخد فترة لحد ما الناس اتعودت عليه. نفس القصة بيتعمل في 11، 11 لسه نازل فالناس لسه بتجربه. ففي نسخ مجانية بننزلها او نسخ تجريبية الشركة المصنعة بتنزلها عشان المستخدمين يجربوا. طيب ترخيص المشاع الابداعي، ده نوع من انواع الترخيص بيسمح لي انا كشخص ان انا اشارك الملفات بتاعتي. يعني انا ممكن اشارك الملفات مع محمد واحمد ومحمود وعبد الله ايا كان من اسم الشخص. ففي بعض التراخيص بتسمح لي ان انا اشارك، وبعض التراخيص مش بتسمح لي ان انا اشارك، سواء كان النصوص او الفيديوهات او الصوت. ده بالنسبة للجزء النظري الخاص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم. كنا شرحنا مع بعض برضو الجزء العملي، هنعمل مراجعة عليه دلوقتي. يعني لو جاب لك سؤال زي ده في الاختبار الدولي بالنسبة للعملي بيقول لك في مادة الاقتصاد، خليني ماشي مع السؤال واحدة واحدة، فين مادة الاقتصاد؟ اهي هروح اضغط عليه. طيب بيقول لك في مادة الاقتصاد اختر الموضوع الثالث، فين الموضوع الثالث؟ ده الموضوع الأول. ها الموضوع الثالث، أدور لحد ما أوصل على الموضوع الثالث اللي هو اسمه المرونة السعرية. بعد كده عايزك تعمل إيه؟ تضيف رابط إنترنت جديد. طالما قال لك ضيف رابط هتروح على حاجة اسمها إضافة محتوى جديد. طب لو قال لك عدل او اعمل تحرير لاسئله المراجعه هدوس على تحرير، عايز احذف اقول له حذف. فطالما قال لي ضيف حاجه جديده هقول له اضافه محتوى جديد. طيب قال لك ضيف رابط جديد دوس على اضافه، فقال لك ايه الاسم كذا والوصف ورابط الانترنت، مدي لك التفاصيل. كل ما عليك ان انت هتملي البيانات بتاعتك وتقول له ايه حفظ بعد كده. قول له حفظ بعد كده اهو. يبقى من هنا لو عايز اضيف رابط انترنت جديد
وقلنا لو عايز احرر ادوس على كلمة تحرير او تعديل، عايز احذف اقول له ايه؟ حذف. طيب اقول لك الضغط على موضوع اقتصاد في مادة الاقتصاد، اختر الموضوع المرونة السعرية، اهو المرونة السعرية، قم بحذف المحتوى ملاحظات، في الملاحظات اهو، عايز احذفه هقول له حذف. طيب قال لك قم بتغيير اسم المنتدى، طالما قال لك قم بتغيير او عدل او اعمل اي حاجه هروح على كلمه اسمها تحرير. فقال لك اختار الموضوع الثالث وعايزك تعمل تعديل لايه؟ قم بتغيير اسم منتدى المرونه السعريه الى المرونه التجاريه، فهروح على ايه؟ تحرير. هروح على تحرير وامسح الاسم اللي مكتوب واكتب الاسم اللي هو قال لي عليه. ده بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم. قبل ما ادخل على حاجة جديدة، حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي سؤال في جزء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء كان نظري أو عملي؟ قبل ما ادخل على الأمن الرقمي. تمام. حلو خالص. كده بالنسبة لجزء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حاضر. آخر جزئية، يعني آخر جزئية بيسألك في الجزء العملي بيقول لك اعمل إيه؟ ضيف رابط إنترنت. طالما قال لك ضيف هنعرف نروح على ايه دلوقتي، بس قال لك في ماده الاقتصاد، ممكن يقول لك في ماده المحاسبه، فلازم امشي ورا الخطوات او الحاجات اللي هو قال لك عليها، فاروح على ماده الاقتصاد. طالما قال لي اختر الموضوع الثالث، فين الموضوع الثالث؟ اهو الموضوع الثالث. قال لك اختر الموضوع الثاني، اهو الموضوع الثاني. طالما قال لك ضيف حاجه جديده، فاقول له ايه؟ اضافه محتوى جديد. طيب لو سألك سؤال زي ده، قال لك قم بحذف المحتوى، بس قال لك فين؟ قال لك اختر الموضوع الثالث، فين الموضوع الثالث؟ اهو الموضوع الثالث. وعايزك تختار حاجة اسمها المرونة السعرية، فين المرونة السعرية؟ اهي المرونة السعرية. عايزك تحذف المحتوى اللي اسمه ملاحظات، فين ملاحظات؟ اهو ملاحظات. اروح عند ملاحظات واعمل له ايه؟ حذف او ديليت. طيب لو سالك قم بتغيير الاسم، طالما قال لك غير او عدل يبقى هروح على حاجه اسمها تحرير. قال لك اعمل ايه؟ قم بتغيير اسم منتدى المرونه السعريه، فين منتدى المرونه السعريه؟ اهو منتدى المرونه السعريه. عايزك تعدله او تغيره تخليه المرونه التجاريه، فهروح على تحرير. اروح على تحرير ومن الاسم، هو قال لي غير الاسم، اخليها ايه؟ زي ما هو قال لي هنا المرونه التجاريه، وبعد كده اقول له ايه؟ حفظ. بعد كده اقول له حفظ. كده حد عنده سؤال قبل ما ندخل على الجزئيه اللي بعدها؟ حد عنده سؤال قبل ما ندخل على الجزئيه اللي بعدها؟ الأمور سهلة لحد الآن؟ تمام. طيب هندخل على جزئية جديدة اللي هي اسمها الأمن الرقمي. احنا أخدنا جزء الأمن السيبراني، المرة دي هشرح الأمن الرقمي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمعلم. الأمن الرقمي بالنسبة للمعلم. طيب خلاص كده، خلاص. لحظة بس،
طيب، أولاً إحنا اتكلمنا يعني إيه أمن رقمي؟ أنا ماشيين واحدة واحدة. أمن رقمي الاتنين واحد يا هندسة، مفيش فرق ما بينهم، بس لو كل القصة تغيير المسمى. أمن رقمي وهو الأمن السيبراني. أمن السيبراني أنا بعمل نظام أمان أو حماية بحاجة معينة، الكلمات المرور أو كلمات السر اللي إحنا بنعملها التليفون، فدي أمن. فأمن رقمي بيكون مرتبط أكتر بالتكنولوجيا الرقمية عن طريق الإنترنت. هنا ليه قال لك الأمن الرقمي؟ الأمن الرقمي هنا مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بالمعلمين. فأنا كمعلم لازم يبقى عندي خلفية عن الأمن الرقمي. طيب، طبعا دلوقتي الحاجة اللي هي بتوفر ليا الحماية بتحمي الجهاز بتاعي من السرقة، وبتحمي الجهاز من عمليات الاختراق الداخلية والخارجية، دي اسمها أمن رقمي أو أمن سيبراني أو أمن معلومات، الثلاثة نفس المسمى. هدفها إن هي تمنع الأشخاص من الوصول الغير مصرح لهم بها. طيب، عندك حاجة اسمها المرونة الرقمية. المرونة الرقمية، طيب ايه معنى كلمة مرونة رقمية؟ معناها ان انا كشخص انا عندي القدرة على استخدام الكمبيوتر بطريقة سهلة، اقدر اتعامل في مجتمع افتراضي عن طريق الانترنت بطريقة اخلاقية. يعني في ناس احنا بنسمي كتير اللي هم الناس اللي بتسرق البيانات بنسميهم هاكرز، فالهاكر بيحاول يخترق البيانات بطريقة غير قانونية. لكن أنا لو واحد استخدمتها علشان خاطر طريقة سليمة، علشان خاطر مثلا هدف سليم مش هدف غير قانوني، فده صح. فلابد إن أنا أستخدم اللي أنا أعرفه كأمن رقمي، أستخدمه بطريقة أخلاقية، يبقى عندي القدرة إن أنا أمتلك المهارات اللي من خلالها، المهارات الاجتماعية اللي من خلالها أقدر أشارك أي حاجة في المجتمع الافتراضي بطريقة أخلاقية. طب التفكير الإيجابي، يعني إيه تفكير إيجابي؟ يعني أنا واحد من الناس أنا راضي عن نفسي. الرضا في حد ذاته ده تفكير إيجابي. الرضا بالقضاء والقدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا مش هيديك حاجة انت مش قدها، فلازم دايما نفكر تفكير ايجابي، لازم دايما نكون جوانا حالة من الرضا، رضا بكل حاجة، رضا بالتعليم، رضا بالعمل، رضا عن نفسي، رضا عن كل تصرف انا بعمله. الرضا في حد ذاته اكبر نتيجة ايجابية ممكن توصلها في حياتك. طيب، عندك حاجة اسمها الأخلاق. أولا الأخلاق ده يعتبر نظام، أنا كشخص عندي أخلاق أو ما عنديش أخلاق. طيب إيه معنى كلمة أخلاق؟ يعني مبادئ عندي وقيم بتأثر عليا كشخص في اتخاذ القرار. يعني أنا دلوقتي مش عايز أتكلم مع الشخص الفلاني، فالشخص اللي أنا مش عايز أكلمه ده انا كده اتخذت قرار ان انا مكلمهوش لاسباب معينه. طيب انا مثلا هاخد فكره مثلا ان انا هسيب الشغل وامشي، طيب برضو دي يعتبر قيم ومبادئ. طيب ايه اللي خلاني اوصل ان انا اتخذ قرار؟ فاي قرار بتخذه انا بتخذه على اخلاق، بتخذه عن طريق القيم والمبادئ اللي انا متبعها. طيب الاستمالة، يعني ايه الاستمالة؟ معناها ان شخص بالغ، شخص كبير في السن، مش كبير قوي في السن، يعني حد بالغ، حد عاقل، حد فاهم، بيحاول يعمل علاقة عاطفية مع
الطلبة، بمعنى أنا بستخدم العلم بتاعي علشان أعمل علاقة عاطفية مع الطلاب، بغض إن أنا أستغله جنسيا وتجاريا. الاستمالة أنا بحاول أميل على حد معين، أميل لشخص معين. أنا كشخص بالغ أنا بحاول أعمل إيه؟ أبني علاقة عاطفية مع الطلبة اللي أنا بالعكس. فلازم أنت وبتدي الرسالة بتاعتك عليه في بشر. التنمر الإلكتروني، التنمر ان انا مثلا نفترض زي ما قلنا ادينا مثال عليها قبل كده، ان انا كشخص من الاشخاص نزلت حاجه ايجابيه، فاللي يرد عليه يقول لي هو انت هتعمل فيها عم الشيف، فده يعتبر نوع من انواع التنمر. يا حبيبي سيب كل واحد لنفسه، سيب كل واحد يعمل اللي هو يريحه. انت مش هتحاسب الناس، انت مش هتحاسب الناس. زاد انا واحد نزلت مثلا ان انا عملت في خلال شهر دخلت على ادراك وتعلمت كذا حاجة وحصلت على 20 شهادة، ممكن نقول اه عادي ماشي، وارد ان انا احصل على الشهادات دي بدون ما ادخل وامتحن واعمل الكلام ده، برضو انت مالكش دعوة. حتة ان انا فكرت بس ان انا اخد خطوة ايجابية دي في حد ذاتها انجاز. حتة إن أنا فكرت إن أنا أرضي الأول ربنا سبحانه وتعالى وأرضي أهلي بالأخص الوالدين وأرضي نفسي، دي في حد ذاتها برضو إنجاز. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة اللي أنا بقولها بتجازى عليها. فلازم الشخص الناجح ندعمه مش نحبطه، الشخص الناجح نقف معاه، الشخص الناجح نوفر له كل سبل النجاح. من أسباب التنمر ممكن تخليني أنا كشخص أحبط، بس أنا كمتنمر مثلا لما أجي أتنمر على حد أنا من جوايا حاسس بقوة كبيرة، ايه ده انا اتنمرت عليه، انا بعرف اعمل واعمل واعمل. انت واحد فاضي والله، انت واحد فاضي ما عندكش اي حاجه، انجح زيه اوصل زيه، ما تقولش اصل مين وصل مين عمل مين سوى، لا فكر هو خسر ايه علشان يوصل للمكانه دي. محدش عارف ظروف حد، بيقول لك ما بتعرفش تحكم على شخص غير لما تتحط مكانه. ممكن ابعت رساله عدوانيه اللي هو صراحة، مثلا بتلاحظ ان اي حد بينزل رابط صراحة وادخل قول لي الرأي. بعض الناس دوت تتنمر وتقول كلام مش اي لازمة، لا عندك رسالة كويسة للناس قولها، عندك تعليق سلبي بس مش تنمر، قول التعليق السلبي عشان هو يطور من نفسه. عندك حاجة اسمها تصفية المحتوى. طيب يعني ايه تصفية محتوى؟ دي سياسة بنستخدمها عشان نراقب بيها الطلاب ونحميهم من خطر الانترنت. المواقع الإباحية أنا لازم أعمل عملية تصفية للمحتوى عشان أمنع الطالب أو أمنع الابن من هو صغير إن هو يدخل عليها. لازم في حاجة اسمها نزلت الفترة الأخيرة اسمها يوتيوب كيدز، يوتيوب بالنسبة للأطفال، بيمنحهم إن هم يدخلوا على حاجات معينة. إحنا لازم نستخدم سياسة من خلالها بنقدر نراقب الطلبة ونحميهم من خطر الإنترنت. لازم نوصي برضو كمان في حاجة بتحصل لمين دول، وأنا كشاب برضو أنا كواحد من الناس أنا بعتذر إن لو أنا بتكلم فيها، بس ايه المغزى ان بنلاحظ ان البنات بتنزل صورها عادي بكل سهوله على الانترنت،
ولما بيتم اختراق الحساب بتاعها وبيستخدموا الصور دي استخدام سيء، في ناس كتيرة مريضة نفسيا. لما بنت تنزل صورها بنلاحظ لها تعليقات كتيرة سواء كان بالإيجاب أو السلب. طب معلش أنا استفدت إيه؟ أو هي استفادت إيه؟ فلازم نحمي بناتنا وعيلتنا وأهلنا، نحميهم من إن هما يتعرضوا لأي أذى. لا، الصور دي صور خاصة، مش أي حد من حقه إن هو يطلع عليها. عشان كده مش أي حد تصور له صورة أو صورتين كبنات يروح ينزلها، فطبيعي هتلاقي عليك تعليقات كتيرة منها بالسلب ومنها بالإيجاب. فأنا ليه؟ أنا أبعد نفسي عن كل ده، أبعد نفسي عن الشبهات، أبعد نفسي على الشبهات. فلازم نخلي بالنا من كل كلمة احنا قلناها دلوقتي. طيب أنا لو لاحظت إن الطلبة بتشتكي كتير من موضوع التنمر، لازم على قد ما أقدر إن أنا أتخذ إجراء، لازم أتخذ إجراء كمعلم، يا إما أنبه على الطلبة يا إما أحاول أعمل دليل من خلاله أكافح التنمر الإلكتروني. أتكلم مع الطلبة وأفهمهم إيه هو أضرار التنمر الإلكتروني. زي دلوقتي بيعملوا حاجة اسمها مكافحة المخدرات، في صندوق مكافحة المخدرات، في مش عارف صندوق التكافل الاجتماعي. فالحاجات دي كلها هدفها بتقوي عندك أو بتنمي عندك فكرة العمل الاجتماعي، فكرة إن أنت تقدر تشارك في حاجات تطوعية علشان تبني المجتمع. الأنشطة التطوعية الخاصة بالجامعات بتتعمل عشان خاطر بس تنمي جوات القدرة على الابتكار والإبداع والقدرة على مساعدة المجتمع وحل المشكلات. طيب الاستضعاف، يعني إيه استضعاف؟ يعني أنا حد مش قادر أحمي على نفسي، لو أنا ما عنديش حماية أصلا وأتعرض للهجوم والأذى عن طريق الإنترنت، فأنا مش قادر أدافع على نفسي، فده اسمه استضعاف. مثلا في الشارع في بلطجي وقفني، أنا كشخص ما بحبش الخناقات، ما بحبش أدخل في مشادات مع الناس، بس فأغلب الناس بتخاف فبتديله كل اللي معاه، فده اسمه استضعاف. لا، يقول لك ومن مات عن مدافعا عن عرضه أو شرفه أو دينه فهو شهيد. أنت لما تيجي تدافع عن نفسك ومت فده شهيد، ما تخليش حد يأذيك. بس هنا بيقول لك إيه، لازم تحمي نفسك من الهجوم، إن تتعرض للهجوم عن طريق الإنترنت. طيب كلمة المظلومية، يعني إيه مظلوم؟ يعني أنا أوعد حد بحاجة معينة وما أكونش قد الوعد ده. أنا بعمل خيانة لأحد الطلاب اللي عندي لسبب عاطفي أو لجهل. يعني أنا أوهمت أحد الطلاب عندي إن في سبب عاطفي أو في جزء عاطفي من ناحيتي ليه هو. كل ده عشان خاطر إيه؟ ألعب عليه مش أكتر ولا أقل، فأنا بخدعه، أنا بخينه. أنا آسف، أنا بعمل له عملية خيانة. بخون الشخص ده، بخون المهنة بتاعتي. مهنة التعليم مش أي حد يدخل فيها. مهنة التعليم مش أي حد يدخل فيها. فلازم أنا وبقدم التعليم لازم أكون أمين أولا في كل معلومة أنا بقولها، ثانيا أمين على المتدربين والطلبة الموجودة عندي. عندك حاجة اسمها إعادة التصميم. ممكن أطلب من الطلبة، أنا شرحت وعملت وديت كل المعلومات الكافية، فطلبت منهم إن هم يعملوا إيه؟ مشروع. زي ما إحنا في خلال المحاضرات طلبنا منكم تعملوا مشاريع، وورد، باوربوينت، إكسل، أكسس. فأنا هطلب منك أنت تنتج لي محتوى تعليمي. أنا مش عايز حاجات تقليدية.
مش عايز حاجات تقليديه، هتجيب لي ورق، هتجيب لي كرتون، هتظبط حاجه، هتعمل حاجه، لا انا عايزك تنتج لي محتوى علمي. فلازم اطور من عند الطلبه ازاي يقدروا ينتجوا المحتوى العلمي. عندك حاجه اسمها الهندسه الاجتماعيه. الهندسه الاجتماعيه دي لما اجي استخدم مواقع التواصل الاجتماعي، هل مواقع التواصل الاجتماعي ليها مخاطر او اضرار؟ اه، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الناس بتتلاعب ببعض وبيستغلوا بعض، وبنلاحظ ان اغلب الناس كل ما يعمل خطوة او كل ما يعمل حاجة يروح ينزلها، انا عملت انا سويت. ليه؟ لازم تخلي البيانات بتاعتك محدودة، لازم تخلي المعلومات بتاعتك سرية. فأنا لما أجي أنزل حاجة، أنزل مثلا أكل، جرب، بعمل ريفيو على مطعم معين، فأنا اخترقت العقل بتاع المشاهد. أنا ممكن مش لاقي أكل، طب أنا هستفاد إيه لما أنزل حاجة زي كده؟ يا سيدي ماشي على عيني وراسي، بس في نفس الوقت لازم تراعي شعور الآخرين. اللي بيحصل من القراصنة، القراصنة دول اللي احنا بنسميهم الهاكرز، دول اللي بيحاولوا ان هم يحصلوا على البيانات، دول اشخاص نفسهم القراصنة اللي هم الهاكرز اللي بيحاولوا يخترقوا النظام. طيب القرصنة هي العملية نفسها، القرصنة العملية نفسها اللي هم عملية محاولة اختراق النظام، اما القراصنة دول الاشخاص اللي هم بيحاولوا يخترقوا النظام. فلازم على قد ما نقدر ان احنا نخلي المعلومات بتاعتنا سرية، ما احاولش ان انا احتال على الناس. كلمة احتيال يعني انا بستخدم المعلومات اللي انا جمعتها او اللي انا وصلت لها عشان احتال على حد تاني. لحد هنا في اي مشكلة مع الناس؟ حد هنا في جزء الأمن الرقمي في أي مشكلة معاكم؟ لاحظوا إن أغلب المعلومات معلومات عامة، معلومات عامة. حد عنده أي سؤال؟ طيب انا هكتفي بكده النهارده، كفايه برضو كده النهارده بالنسبه لجزء النظر. انا بحاول على قد ما اقدر في النظر ما ازودش على الناس. دي نقطه. النقطه الثانيه، ان شاء الله المحاضره الجايه بنسبه كبيره هتكون يوم الاربع، بقى مش هناخد نص ساعه ولا ساعه، يوم الاربع هنزود شويه، ممكن ناخد من 5 لـ 7 ساعتين، خلص فيهم جزء الأمن الرقمي بالكامل، وهناخد محاضرة الخميس واحتمال محاضرة الجمعة. هنحل برضو بعض الأسئلة النظرية في أساسيات الكمبيوتر والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات. الهدف من كل ده إن أنت تكون طالع من المنحة أو الكورس اللي إحنا قدمناه وأنت عندك كل المعلومات الكافية اللي أنت هتحتاجها. يعني اللي هيعتمد على الفيديوهات الموجودة في الكورس مش محتاج ان هو يدخل او ياخد اي حاجه تانية. بنحاول على قد ما نقدر نوصل للناس كل المعلومات المطلوبه عشان تجتاز الاختبارات الدوليه الخاصه ب الاي سي دي ال او الاي سي دي ال تيتشر او الاي سي 3. حد عنده سؤال بخصوص الكلام اللي احنا قلناه لحد دلوقتي؟